التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي للنساء هو ما خلفه داعش خلال فترة سيطرته على مناطق البلاد. لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد النساء اللواتي تعرضن لحالات الاغتصاب على يد مسلحي داعش، لكن منظمات نسوية تؤكد أن آلاف الفتيات أصبحن أجساد غنائم حرب هذا التنظيم. هذه الانتهاكات والاعتداءات الجنسية سواء من طائفة الأزيدية أو من طوائف أخرى فهي جريمة بحق هؤلاء الفتيات أو النساء. المشكلة أنه إحصائية ثابتة لهذه الانتهاكات لا توجد إلى حد الآن. تشكو المنظمات الحقوقية من أن الناجيات من سطوة تنظيم داعش ما زلنا يحملن آثار العنف الجنسي كالصدمة النفسية ووصمة العار ووضع غير مرغوب فيه في المجتمع. بعض المنظمات الدولية ساعدت في هذا المجال، ولكن الضحايا اللي بقن في العراق إن ما زالن يعني عانن من الصدمة، لأن احنا عندنا يعني مراكز ولكن مراكز بسيطة، يعني حتى نفتقر إلى الكوادر المختصة في معالجة الصدمات النفسية. وتشير بعض الدراسات إلى أن عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي على يد مسلحي داعش تعدى 10,000 ضحية، لكن هناك من يؤكد أن العدد قد يتجاوز 3 أضعاف ما أعلن عنه. ربما الحرب ضد داعش قد انتهت، لكن آثار جرائم داعش التي ارتكبت ضد النساء العراقيات لم تنتهي حتى اللحظة، فما تزال الآثار الجسدية والنفسية حاضرة على محيا تلك النساء. من العاصمة العراقية بغداد، محمد فاضل، الغد.